سيد محمود هيتعين امتى؟ بياخد ورقه يقول له هتتعين كمان 5 اشهر، هتتعين كمان 10 اشهر، معروفه. ده اللي هيتعمل لما تتعمل الجدول. كل ان احنا نعمل جدول سهل قوي، احنا نضغط على الاستاذ ممدوح نضغط على الناس كلها ان احنا نعمل جداول ونفرقها على الناس، بس سهل جدا. احنا نقول ايه؟ قدرات الاهرام الماديه لا تستطيع ايه الالتزام بهذا الجدول ونغيره. معلش انا اسف وكاله الاهرام الاعلانات ماشي. المهم بنركب الاعلانات ماشي، واليوميه بتاعت اليوميه بتاعتنا ب 20 جنيه. ده بص الاعلانات دي الارتفاعات بتاعتها بتاع 50 متر يعني اعلى من المبنى ده. يا لو واحد وقع فوق هيعوض على ربنا. خلاص بينزل فتافيل. فالناس دي لا لها ضمان ولا لها بتاع، اللي بقى له 7 سنين واللي بقى له 10 سنين واللي بقى له 5 سنين خدها مبروك خدها مبروك. لا في ورقه رسميه ولا في حاجه رسميه. انتوا بقالكم كل الفتره دي من غير تعيين. من غير تعيين. وكل ده وقود ومعانا ورق. رئيس مجلس الاداره اصدر قرار يوم 17/10 ومضى اللي احنا نتجدول من اول شهر 1 السنه الجديده 2013 اللي احنا خلاص هننزل جدوله. رجع في كلامه تاني وقال لك العمل مش محتاج واحنا ما عندناش واحنا في النازل واحنا في النازل. فلوس عماله تخش وناس راحه وجايه وشنط فلوس واحنا مش لاقيين. يوم مع مجلس الاداره يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله اخر قيام. خلص لو ما حصلش الاداره يوم الاربعاء. لو ما حصلش يبقى كده بقى موجودين على المستوى. يحصل يحصل بقى معانا هنجيب لهم بطاطين ونقول لهم هنا في الشارع. احنا النهارده بنتكلم في ان احنا قدرنا نصرف 12 شهر الأربعاء السنة الجاية. مين يقدر دلوقتي يقول إن إحنا هنقدر نصرف 12 شهر السنة اللي جاية؟ مين يقدر يقول إن إحنا هنقدر نقبض المرتبات الشهر الجاي؟